فهمت ما الدكتور كان بيقول ايه. هو بيتكلم عن بس هنكمله المره الجايه. ماشي سلام. خالد صباح الخير. عامل ايه؟ الحمد لله. الاخبار تمام. انت خلصتي كده خلاص ولا بريك؟ لا الحمد لله كده خلصت النهارده. تمام. وبقيت الشباب هيجوا زي ما اتفقنا ولا ايه؟ آه رانيا ومانو مش جايين. آه. والباقي تمام جاي ان شاء الله. طب ايه ده؟ طب يلا يلا هحكي لك عنه. ده بدري. خالد ازيك؟ عامل ايه؟ يا مبارك. الحمد لله وحشتني. ربنا يخليك. انت كمان معلش بقى مذاكرة ماسترز. لا بجد زعلانة يا خالد بجد. ليه مش بتكلمني؟ ما تزعليش بقى خلاص. طب ثانية واحدة فادي. نعم يا داليا. عايزاك في حاجة. قولي. تعالى بس عايزاك. عايزك خالد. خالد كده تمشي وتسيبني؟ تعالى نقعد. مش احنا ماشيين مع بعض؟ تمشي وتسيبني كده. هيا كمل. كنت بتقولي عن الكتاب. خالد رحت فين؟ الناس كلها بتحبني بس بينا وبين بعض محدش فيهم يحب يتشاف معايا قدام الناس اللي بره. هو انا شكلي يكسف للدرجة دي يا هدى؟ خالد ممكن اقولك على حاجة؟ اللي عاوز يشوفك بجد يبقى اهلا وسهلا، واللي مش قادر يشوفك غير بعينيه ومصمم ان هو يفضل واقف قدام المراية حتى وهو في الشارع يبقى طز فيه. ولو انت مش قادر تشوف نفسك انا احب اقولك ان انت احسن واطيب واعظم راجل انا قابلته في حياتي. بتحس بالكل وعندك جدعانة ولا أجدع ابن بلد وعندك شلال حب يغرق الكون ده بحاله وثقافة أستاذ الأساتذة ما أقولكش على الثقافة وعندك أحلام تسع قلوب كل اللي حواليك تخليهم شايفين الدنيا حلوة في عز الهم والقرف اللي احنا عايشين فيه. ولو كل ده بقى مش مكفيك يبقى تستاهل. خالد لودي لكلمي. ايوه كده اضحك. انا بحبك وانت بتضحك. مش عايز اشوفك مكشر ابدا ولا حد يهزك طز في اي حد. ماشي انت سخنتي قوي كده. يلا يلا نروح العربيه بقى علشان نتحرك. يلا هتعرفي تسوقي وانت متعصبه قوي كده ولا تحبي اسوق انا؟ يا جامد انت. تسوق انت بجد؟ اسوق. تحبي اوريكي؟ طب ما توريني المره الجايه وتسيبني انا حرام اطلع الطلعه دي ممكن؟ ماشي. مين؟ اوعى تكون بنت. لا ده الباشا الكبير. استنى. الو. ايوه يا بابا. لا انا جنب مصر الجديده. فين يا بابا؟ حالم حالم. يلا يا هدى. في ايه في ايه في ايه خالد؟ عمر ضرب بالنار. ليه ليه؟ ليه اعرف مين؟ طيب خلاص ليه؟ اهدى يلا في الموضوع. حاضر حاضر بس اهدى. يلا تلاعب تلاعب. يا ساتر اخيرا نطقت. مش وقته يا بلاطه. ايدك معايا. الحمد لله على السلامة يا زميل. الحمد لله على السلامة. كله بقى يا زميل. انت من امبارح كنت على لحم بطنك ومهجة. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اسمع يا بلاط. جاهل يالا. استغفر الله ما تولعش.
ليه يا عم؟ مش معنى انت يعني يا عم؟ السلامة يا زميلي. رد عليا يا زميلي الله يخليك. هنموت يا عيل. هيموتونا يا عيل. ما تخلص يالا. هو انا يا عم يعني اللي الكلام واقف في زوره ولا ايه؟ هيموتونا يا تلاعب. هيموتونا. عيد. الواد ده لو ما سكتش انا هدفنه هنا. سمعت؟ خف بقى خفيف. طب اطلع بالسيجارة. خد. سلامتك يا زميلي. طب اسألوا كده قال لهم حاجة ولو كان قال لهم حاجة كان حصل فيه كل ده يا حمار. متخافش يا بلاط. أنا شلت الضربة عنكم أنتوا الاتنين. قدها وقدود يا زميلي. أنا بقالي قد إيه مغيب؟ يعني من إمبارح. افتكرناك عطفان يا خمعلم. أنت مصبر الوحش. إيه يا عم وأنا جوز أمك؟ ورحمة أمي يا بلاطة. إما سكت لأوريك الفنياخة على حق. أنا مش ناقص! خلاص يا زميل. أنا في ضيقة برضو. تزعلش يالا. خير يا فندم. هو في ضابط جه مصاب بطلق ناري. موجود حضرتك في العمليات. في العمليات. ما تلاقيش. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. علياء. بابا فين عمر؟ في أوضة العمليات لسه. من إمتى؟ بقاله كتير ادعي له. إزيك يا أيمن؟ بعد اذنك هبص عليه بس بس. طب يا ماما فين؟ بلاقيها مع فريده في الاستراحه. طب انا هروح اطمن عليها. علياء. نعم. مامتك تعبانه قوي، حاولي تهديها يا بنتي. وانا اول ما يطلع من اوضه العمليات هبلغكم. اوكي باذنك. اتفضلي يا بنتي. اتفضلي. وانا مش عاوزك تقلي نفسك حضرتك، انا اول بس ما نطمن عليه انا هبلغهم ان شاء الله.